كفايه بقى كده، مش كل يوم تدخل على الكوتش اللي واقف على الفلور وتساله هتمرن ايه، والكوتش المحترم اللي واقف يديلك تمرينه مختلفه عن اليوم اللي قبله، مش هتتطور كده صدقني. شوف عضلاتك مش شايفه انت بتتمرن بدمبل او بجهاز او باي حاجه او التمرين الجهنمي بتاع كابتن كوفته الاجنبي. العضلات بتتطور يا صديقي بالزياده التدريجيه في الحمل التدريبي، يعني بالضغط اللي واقع عليها، وخلي بالك مش شايفه هي ان كان دمبل او بار او جهاز، والوزن هو عامل اساسي خلي بالك. فانت اذا غيرت جدولك كل يوم او كل اسبوع، جسمك مش هيلحق يستفيد من الزاويه اللي انت بتتمرنها، سواء كانت بالبار او بالدمبل او على الجهاز. ثانيا مش هتعرف تزود اوزانك لانك اصلا مش عارف انت بتشيل وزن كام. وثالث حاجه استحاله تعرف تتحكم في شده وكثافه تمرينك. فيؤسفني اقول لك ان انت مش هتتطور، واذا اتطورت التطور هيكون بطيء وعشوائي للاسف الشديد. الخلاصه ثبت جدولك مهما كان نوع النظام التدريبي بتاعك، ولو يا سيدي هتزهق وهتبقى مش قادر غير زاوية أو زاويتين واثبت عليهم. في أبطال كتير جدا تمرينهم ما بيتغيرش عادي جدا على فكرة، ولما تغير جدول تمرينك يكون استكمال للقديم. وطبعا بدون نقاش لازم يكون معاك كوتش فاهم علشان يحط لك النظام التدريبي بتاعك أنت. مصر والدول العربية فيهم كباتن كتير جدا ومحترمين وعلى أعلى مستوى، وكابتن هيثم موجود.